أهلا وسهلا ومرحبا بكم إخواني أخواتي عند ويد بشرى شانيل 0508. اليوم بشرى تقدم لكم واحد العمل جميل جدا وممتاز، وكنتمنى جميع البنات يمارسوا هاد الخدمة هذه أو هاد الصنعة هذه، راها زوينة بزاف، راها يعني حتى هي ما تصوروش حتى تفوج على القلب والله العظيم. يعني اللي عندها يعني الحالة النفسية ديالها مضطربة قسما بالله الا كترتاح ملي كدير هذا العمل الجيد هذا. بقاو معايا باش نوريكم مكونات ومنين كنصوبوا هاد الصنعه هذه، غنسميها انا صنيعه زوينه وتقدروا تعتبروها حتى كمشروع. بالنسبه لهاد العمل الجميل اللي قلت لكم، هذا العمل الممتاز اللي كيريح النفس وكيعطي واحد الراحه نفسيه، انا شخصيا كنشعر براحه نفسيه ملي كنصوب هاد الصناعه هذه، كنعتبرها صناعه تقليديه، ما كتعصب ما والو، وسهله سهله سهله بزاف. هالمكونات كيف كتشوفوا، هذا الحجر منوع، شوفوا اخوان اخواتي ها هو، كاين عدة الانواع هانتوما، كاين هذا ذهبي وهذا ملون، فيه ثاني فيه الارجونتي فيه البيض وفيه جميع الالوان، وهذا حتى هو ذهبي ولكن حتى هو فيه جميع الالوان. وعندنا هذا العقيق حتى هو انا غادي نوريكم غير واحد النموذج كيفاش تصوبوا هاد الصنعه، انا كنسميها صنعه والله حتى كنسميها صنعه. وبالنسبه للحاجه المهمه هو جيلاتين، جيلاتين هو هذا الطرف ديال البلاستيك تيكون فيه كتكون فيه اللصقه. من بعد غادي نوريكم كيفاش غادي ندير ليه. هذا كيتباع تقريبا 30 درهم المتر، انا خديت غير نص متر، صوت منه هاد الوريده هادي، هاي كيف كتشوفوا هي كبيره، هي هانتوما صوت منه هاد الشجره كيقولوا ديال السابان هادي، واحد الطريف هاد الوريده هادي حتى هي صوت منه هاد العلامه الامازيغيه العالميه، كيديروها في جلالب وكيديروها في تكاشط، صوت منه الخنجر حتى هو عالمي كيعبر على التراث المغربي، وهاد الوريده هادي كتشوفوا هادي اللي بغيتو تزوقوا بها، حتى هي كديروا بها تكيشطات سميتو القفاطن، هادي وريقه وهذا قليب كيف كتشوفوا، وهادي هذيك العلامه اللي كيديرها في لي تيشيرت، كاين واحد كيف الكسيوات، زعما تقدروا ديروا به شحال من حاجه وحاجه. هاد الجيلاتين هذا وهاد الحجر، انا ملي كنكون يعني كنكون معصبه شويه كنكون يعني عيانه كنمشي نصوب هاد الشيء هذا وكنخليه وكنصوب منه صوبت منه جليلبات يعني جلابه ديالي ها هي، والله العظيم طلعت زوينه، انا نوريها لكم هانتوما ها هي، نسرحها قدامكم تشوفوها. هذه درتها ديال الاولى وصوبت هذا بالحجر، هانتوما العقايد ولصقتها باللصقه، كاينه لصقه سبيسيال، دابا نوريها لكم، كتعجبكم هاد الحرفه هادي، راه تبارك الله عندنا المغربيات راه فنانات في هاد الميدان هذا. وبالنسبه اخواني اخواتي بالنسبه للصقه اللي كنلصقوا بها هاد الديكورات هادو، هي هادي ب 7000، راه كتباع عند الناس اللي تيبيعوا اللوازم ديال الخياطه وديال الطارز وديال هاد الشيء، هادشي كلشي راه موجوده. انا خديت هذا الحجم الكبير باش كتبقى عندي دائما. نبداو على بركه الله اخواني اخواتي، ها نتوما بالنسبه لهاد الجيلاتين غادي ناخذ غنقطع واحد الطريف بسم الله، انا باش نبدا معكم على واحد النموذج صغير.
غادي نحاولوا نصوبوا واحد الوريده، كتشوفوا دابا هنايا غادي نديروا مثلا وريده، غادي نديروها غير بيدينا بحال هكايا، غنحاولوا نصوبوا واحد الوريده بحال مثلا هذه. فيها واحدة، جوج، تلاتة، خمسة، مثلا غنصوبو واحد الوريدة، ديما اوقات الفراغ ديالي دائما كان ضروري ندير شي حاجه، ما يمكنش الانسان تيجلس صافي كيتسرح من الخدمه ويجلس تاني يعطيها النعاس، ماشي في مصلحتنا. كتشوفوا هي وريده، هي هذه دابا، هذا هو الجيلاتين كتشوفوا هي. غنشوفوا البلاصه اللي غادي تلصق، اللي غادي تكون ما كتلصقش هي اللي غنحطوها على، غادي نحطوها فوق من هذيك الوريده. ها نتوما غادي نحاولوا نحيدو الستيلو، غادي نرسمو فوق منها بحال هكا، غادي ناخدو الشكل ديالها. ضروري غادي نحتاجو للمقص، ها نتوما ها هي وريده كتشوف، نتوما غادي نحاول بحال غادي نشنفها. شي وحده ربما يذكرني ضيعت جيلاتين، ولكن ما ضيعتوش، غير بغيت نوريكم درتو في واحد، درتو في هاد الطريف هذا كبير واخا الوريده صغيره، غير باش تفهموا. هادو راه كيبيعوهم يعني الناس دوك التجار ديال اللوازم ديال الخياطه وديال الديكورات وهادشي ديال الخياطه والطرز ديال الصناعه التقليديه. تلك مغرب السربة باش تفهموا، هانتوما قطعوها مزيان هاهي. هذا وريتكم غير باش، غير طريقة ساهلة مثلا. حنا عندنا هذا، عندنا هذا اللون، هذا الوردي، وعندنا هذه، نتوما غادي تشوفوا معايا، غادي نحيدوا هذيك اللصقه وغادي نديروا هذه هنا، نتوما البنات شوفوا ها هي عندنا، وغادي نشدو هاد، هاد الشيء اللي بقى لنا، هاد اللصقه اللي بقات، وغادي نعمروها ولا نغطسوها كامل. بعض المرات كتكون تحطو شي جبيبينيه ولا شي طبيسيل، نحاول نصوب. عندنا هاد كتجي معتبره وكتجي زوينه بزاف،
حتى الأطفال يقدروا يديروا هذا الشيء، هذا يقدروا يديروا هاد الصنعة هذه، كنقولها أنا صنعة والله ممتازة بزاف. انتم اخواني اخواتي شوف كي جات هاد وريده زوينه، هنا اللي غادي تبان. نعم مرة مزيان، راه كاين واحد سميتو كاين واحد العقاق كيتباع حتى هو المتر، كديروا به الاطار بحال هاد الوريده هادي، نديروا بها اطار كتدوروا عليها من دوك الوريقات ديالها من هنا ومن هنا، مثلا بحال هادي هانتوما شتيها، ها هو هذا راه حتى هويا حجر كيكون يعني على شكل شريط عامر بالحجر، وكتلصقوه حتى هويا كديروا به الاطار باش كيعطيه واحد الجمال وكيعطيه واحد الرونق. شوفوا هادي كيفاش داير، وكذلك هاد الخنجر كما قلت وريتكم ها هو. كيجي معتبر فتعمر مزيان، هاي درتها غير بالزربه واخا ما جاش ديك الورده اللي كتعرفوا، المهم هادي عطيتكم غير فكره على الجيلاتين والحجر. وكاين واحد النوع اخر تيقول هذا تيقول الهرم، وكاين واحد تيقول الكافيار. هانتوما هاي الحجره خاصني نديرها بشي باش تبان لكم مزيان. كيفاش كتبان؟ جات رائعه، وخا سمحوا لي راه ما جاتش ديك الورده اللي كتعرفوا، المهم انا هذه فكره عطيتها لكم، كنتمنى تنال الاعجاب ديالكم وكنتمنى تشجعوا وديروا بحال هذا العمل الرائع هذا. دابا نقدروا نصوبوا ثاني، نصوبوا واحد القليب نصوبوا مع بعضياتنا، هذا غنديروا غير يعني ديريكت. نشوفوا كما كنقول لكم دائما تشوفوا البلاصه اللي هانتوما البلاصه اللي ها هي هذه كتلصق، هي اللي غنديروها لتحت، غنديروها غير بيدينا وهاد القليب هذا او هاد القليبات اللي كديروا راه تقدروا تستفوهم مثلا بحال دابا هادي بحال هادي جلابه او قفطان، كديرو بحال هكا كتشدوا هذيك اللاصقه اللي قلت لكم هادي وكديروا قليب هنا وقليب وكطلع كلها، او كديروا النص راه دايرين به زعما بزاف، دايرين به شي يعني شي اعمال رائعه في القفاطان ولا في جلالب ولا في اي لبسه تكون تقليديه او روميه كما بغى يكون نوعها. دابا حنا صوبنا هذا القليب هذا،
هانتوما اخواني اخواتي، شوفوا البنات هانتوما، كنتمنى اخواني اخواتي، كنتمنى تكونوا استفدتوا من هاد الدرس، هذا راه ساهل بزاف، هتقدروا ديروا اي حاجه بلا ما تضيعوا الفلوس بزاف، اقتصدوا. هذا راه غير 5 دراهم، راه ديروا بها العجب، 5 دراهم. الا درتوا دوك لي زاكسسوار صغيورين بحال هادو، بحال وريدات صغيورين، بغيتوا تزوقوا شي حاجه، بغيتوا تزوقوا حتى لاناب، حتى اذا كان عندكم شي منديل حتى هو تقدروا تزوقوه، دير غير هادشي، ديروا غير مثلا في الحاشيه، مثلا بحال دابا هذا نقدروا نديروا هاد الوريده هادي، نديرو هنا في هاد الحاشيه هادي، كتجي رائعه. هادشي هذاك في جلالب كما قلت لكم، هذا كتجي في جلابه، وراه كيطلع دغيا عرفتي بسرعه البرق، في ساعه كيتخدم هذا. كنتمنى تكونوا استفدتوا، واترككم في رعايه الله، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. مع السلامه.